احنا ما شدناش قدام وين نمشي اي صافي الدراري يلا سير صافي اخويا نمشي 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 احنا ما شدناش قدام وين نمشي اي انا اصغر بكثير انني نقدم شهاده كبيره في هذا الرجل العظيم اللي هو رائد من الرواد ديال المسرح المغربي اكثر من ذلك من الاعلام والاذاعه والتلفزيون في البدايات ديالو الله يرحمه على المستوى الشخصي كنا اقرب منه كان شخص كريم البيت ديالو دائما مفتوح دائما كيساعد الشباب ولا يتردد ابدا في تقديم المساعده فعلا فعلا المغرب فقد رجل كبير اللي ندعيو ليه بالرحمه والغفران يا ربي ترحمه ودخل الجنه دخلوا الجنه وترزق الاهل ديالو الصبر والسلوان يا رب اللي شافوه في الايام ديالو الاخره وداك الشيء يعني كان داك الشيء منتظر يعني الحاله ديالو الدهورات لواحد الطريقه اللي عتي ملي كتشوفو وتخرج من عنده ولا بدك ما تقدرش تحبس الدموع ديالك لانه يعني مسكين تكرفص وهذاك الشيء ديال الدياليز كل نهار كل هادي كل هادي الله 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 يرحمه الله يرحمه رحمه واسعه الله يرحمه رحمه واسعه هي اشتغلنا وتعرفنا احنا في 62 احنا باقيين يلا غنقولوا بسم الله تعرفنا اسسنا الفرقه ديال الاخوه العربيه اسسناها جميع راها بقات عنده ولكن هو مشى يخدم في الله يرحمه في ميديا في طنجه دوز تما 20 عام في الاذاعه شويه بعيد على المسرح ولكن على كل حال قد فيه ديك الرغبة ديال المسرح والحب ديال المسرح ود الفنانين وداك الشيء والاختلاط بهم وكل شيء لدرجة أنه ملي خاض الروتري جا لهنا باش يعمل عاوتاني عاود يحيا وعاود يعمل كل شيء ولكن قدر الله قدر الله الله يرحمه مسكين الله يرحمه شنو نقول لكم في كلمة في حق الأب الروحي ديالنا السي عبد العظيم الشناوي لأن ضعنا الساحة الفنية ضاعت فيه وضعنا فيه كنا كاع الفنانين والشعب الجمهور ديالو المغربي ضعنا فيه واللي غنقول لكم هو انا لله وانا اليه راجعون الخبر اللي سمعناه زعماك صراح لا اله الا الله محمد رسول الله والله يبعد لنا الوباء بنادم البرك نقول الله يبعدوا لينا وراه مره اخرى كنقول الله يرحمه الف لي رحمه لان الاب الروحي ولد الساكنه ديالنا ديال درب السلطان وانتم كتعرفوا يعني درب السلطان تخرجوا منه فنانه وموسيقيين ورياضيين ومن دراسه كبيره الاستاذ عبد العظيم الشناوي اللي كان اعلامي كبير وفنان مسرحي كبير وسينمائي ومن هذا المنبر كنقول الف لي رحمه الف لي رحمه والله يرحمه ورضعنا فيه وصافي ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم